أعلنت شركة مزاد، إحدى شركات ممتلكات البحرين القابضة، أعلنت أن مزادها العلني الثاني للأرقام المميزة المقام بالتعاون مع الشركة العربية للمزادات البحرينية إحدى شركات الإمارات للمزادات سيقام يوم غد الخميس، وسيضم لأول مرة خمسة أرقام مميزة مملوكة لأفراد، وذلك بالإضافة إلى باقة من 25 رقما مميزا. يقابل المزاد العلني الثاني اللي تنظمه شركة مزاد بالتعاون مع العربية المزاد إن شاء الله يوم قد الخميس، وطبعا مثل ما ذكرت يضم المزاد خمس أرقام مميزة مملوكة للأفراد، كما راح يضم المزاد على واللي راح يكون على المزاد في سحب على رقمين مميزين، وهذا يكون مفاجأة للمشاركين. طبعا المزاد هناك آلية تسجيل من المزاد اللي طبعا تتطلب المشاركة التسجيل المسبق، وراح يبتدي إن شاء الله يوم غد في تمام الساعة 11 صباحا، ويحق للمزايدين امتلاك طبعا عدد غير محدد من الأرقام المميزة جميع الجنسيات يمكنها المشاركة وشراء وتملك الأرقام المميزة بعد إتمام عملية الدفع. وطبعا الشيء المهم اللي يترتب على الاشخاص الذين يشاركون في المزاد بالانابه عن اشخاص اخرين ابراز وكاله قانونيه تسمح لهم بالتسجيل، وتم تحديد عدد من هذه المواقع لعمل الوكالات وتخصيص وتم تخصيص خدمات للمسار السريع.